يعتبر انعقاد مؤتمرنا هذا. نحن على يقين بأننا المؤتمر العام 12 مناسبة لإثراء العام النقابي ودعمه أكثر تماشيا والظروف الاقتصادية والاجتماعية لمجابهة معوقات التنمية للحماية من تداعيات الأزمة المالية، ومن أجل تحقيق هذا سيكون لزاما علينا السير نحو التطور والتقدم، ولن يتأتى لنا كذلك سوى باتباع سياسة التكوين النقابي. يحمل مؤتمرنا عنوان تنشيط السوق العربية المشتركة في من خلال الحوار المجتمعي في ظل التحديات الجديدة والخريطة الجديدة للعالم. أنا الأوان أن تتحد الكلمة العربية وأن نستغل المميزات التي حبانا بها الله وعلى رأسها الطاقة في دعم صناعتنا في التكامل الاقتصادي العربي.